السلام والاحترام أعزائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وفي مقطع خاص بتسريبات يوم الخميس المضمونة إن شاء الله. كالعادة أتمنى منكم إشراك في القناة، تفعيل زر الجرس للوصول إلى 60,000 مشترك إن شاء الله. ساعدوني للوصول إلى 60,000 مشترك في أقرب وقت يا أخواني الكرام، وأتمنى من كل قلبي أن يصل الفيديو إلى 300 لايك يا أخواني الكرام. أما الآن سوف ننتقل وبإذن الله إلى تفاصيل مقطعنا، وقبل البدء في الإطلاع على كل هذه التفاصيل، كما ترون على الشاشة لقد قمت بإنشاء يعني مجموعة خاصة بالمتابعين إن شاء الله في تيليجرام. سوف نقوم باللعب رومات مع المتابعين ويعني إنشاء مسابقات، وكل شيء سوف يكون داخل هذه المجموعة إن شاء الله. لذلك لمن يريد الانضمام إلى هذه المجموعة سوف أترك لكم رابطها في أول تعليق أو في وصف الفيديو إن شاء الله. أما الآن سوف ننتقل إلى تفاصيل مقطعنا، سوف نبدأ بالأحداث التي يكون لها تجديد إن شاء الله يوم الخميس. كما ترون يكون تجديد لثلاث الأحداث يوم الخميس. أول حدث يا أخواني الكرام هو ناسيونال تيم خاص باللفة المجانية داخل باكج نجوم أسبوع الذي سوف نقوم بالإطلاع عليه. ثم الحدث الثاني هو حدث جولدن جول الذي نحصل من خلاله بطاقة مهارات اللاعبين. أما بالنسبة للحدث الأخير الذي يكون له تجديد يوم الخميس هو حدث ناسيونال تيم، كما ترون هذا الحدث الذي نحصل من خلاله على بطاقات مهارات اللاعبين إن شاء الله. أما بالنسبة لباقي الأحداث وبطبيعة الحال يكون لها تجديد يوم الاثنين المقبل. اما الان يا اخواني الكرام سوف ننتقل الى باكج الذي سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس. سوف اشارككم كل اللاعبين الذين تالقوا هذا الاسبوع، واتوقع نزول اربع لاعبين من هذه النسخ ان شاء الله. اول لاعب تالق هذا الاسبوع هو نونيس في مركز سي اف بليفل 98 داخل التشكيله. اللاعب التالي هو الفارو موراتا في مركز سي اف بليفل 98 ان شاء الله. ثم اللاعب التالي هو اشرف حكيمي في مركز ار ام اف بليفل 98 او 99، وتكون من اقوى النسخ لحكيمي داخل اللعبه. ثم اللاعب التالي هو ساكا في مركز ار ام اف بليفل 98 ان شاء الله. كذلك تالق هذا الاسبوع سون هيونغ مي في مركز ال دبليو اف بليفل 99. ثم اللاعب التالي هو برونو فرنانديز في مركز سي ام اف بليفل 98 او 99 داخل التشكيله ان شاء الله. اللاعب التالي الذي تالق كذلك هذا الاسبوع هو المهاجم هاري كين في مركز سي اف بليفل 99. ثم اللاعب التالي الذي تالق هذا الاسبوع هو لاعب اف سي برشلونه ليفاندوسكي في مركز سي اف بليفل 100 او 99 داخل التشكيله ان شاء الله. ثم اخر لاعب تالق هذا الاسبوع هو هالاند في مركز سي اف بليفل 100 داخل التشكيله. وكما ترون على الشاشه يا اخواني الكرام الدون كريستيانو رونالدو كذلك تالق هذا الاسبوع، ولكن لسوء الحظ وكما تعلمون اللعبه يعني لم تقم اللعبه بالتعاقد مع الدوري السعودي ان شاء الله، وبعدما تقوم اللعبه بالتعاقد مع هذا الدوري سوف يكون حاضر معنا الدون كريستيانو رونالدو وباقي اللاعبين ان شاء الله في باكج نجوم الاسبوع الجديد.